لك اخويا، نقدر نقول لك انا وخا بارز مزيان وما مزيانش. انا كنعرفو السيد انه ديجا دوز اكسبيريونس في الرجاء، دوزها في الوداد، الحمد لله عنده خبره في البطوله المغربيه، كيفهم شي حوايج. ولكن الوداد كما زاد قدام ودات لي شامبيون ودات شحال من حاجه، بغينا نزيد قدام نشوف مدربين. علاش ما نجيبوش شي واحد مثلا بالخبره ديال وليد الركراكي اللي كان انه غيدي معانا وغادي يزيد بينا القدام. البنزار شي بحال يدرا بحال نرجعنا خطوه اللور، راه واخا السيد كيفهم وكذا، ولكن لا سمح لي يا خويا، بغينا الوداد تزيد قدام شي حاجه، شي مدرب اوروبا، نحاولوا نزيدوا قدام. بغينا الشامبيون، بغينا هذا العام بغينا نفرقعوها. الوداد واخا كشمر في ازمه، واخا شحال راك تبقى احسن فرقه في المغرب، والحمد لله اخويا اش غنقول لك، فرقه كتستحق بزاف. كيما عطاو اللي قدام بزاف، خاص اللي جايين يعطيو. عندنا الدراري شيقين فيهم، الحمد لله عندنا الدراري شيقين فيهم، عندنا رجاله كيلعبوا في التيران، واخا كاينين شي وحدين كيديروا بعض التعثرات، ولكن الحمد لله حنا غنكملوا معاهم العام باش ما عطا الله غادي نكملوا العام ان شاء الله، والله يدير لي فيها الخير اخويا. اول حاجه بدا السلام عليكم، معكم رابع نيمار. كنبغي نشكر كاع الجماهير الوداديه. فريق الوداد البيضاوي بقى فريق كبير، والبرزان تيتا هو مدرب كبير تبارك الله، ونتمنى ان شاء الله هذا الخبر هذا. حنا ما فهمتي صدمنا، كشفنا البارح الاخبار، شفنا البرزان تيجي لفريق الوداد البيضاوي، ونتمنى ان شاء الله فريق الوداد البيضاوي اللي يزيد في المستوى ديالو، راه مدرب كبير هذاك. وصراحه ما كرهناش فريق الوداد البيضاوي يدير العصبه البطوله، نشوفوا الدور ديال البرزانتي شي هو، حيت ديجا كان مع فريق الوداد البيضاوي. الا ماشي قادر يرجع الوداد الطريق الصحيح، هو خاص اللعابه بعدا كاين يرجعوا للطريق الصحيح. خاص اللعابه بعدا كاين اول حاجه، خاصنا افا سونتر، وخاصنا وسط الميدان. وسط الميدان حنا ما بقاش معولين على اي حاجه جبران، فرقه كبيره كتمثل المغرب، خاص يكون عندها اقل شي ثلاث لعابه احتياط، فهمت؟ ما كانش جبران نقدروا ندخلوا شي واحد اخر. نتمنى البرزانتي يدير الدور ديالو. سؤال نبغي نوجه للبرزانتي، كنقول له مرحبا بك في عائله ديال فريق الوداد، ونتمنى ان شاء الله يبين بلاص. وكان خبر زوين، بحيث انه عنده بالماريس ديجا مع الوداد، وبحكم العلاقه ديالو الطيبه مع الجمهور ديال كازا عامه، كنرحبوا بالقدوم ديالو. وما تقدرش تقول دابا تيان هو اللي كيحكم، فهمتي؟ العمل ديال اي مدرب هو اللي كيحكم، اما قبل كل شيء كيدوز يقول لك لا غيصدق ما غيصدقش، تيان هو اللي كيبين كل شيء. كيما المثل تيقول لك الميه تكدي بالغطاس، هادشي اللي كاين في السر. شوف كيما تيقولوا عندك العالم كامل، اي مدرب كيجي تقلب على المصالح ديالو. اول حاجه خاصو يدير مثلا ملي كيجي كيبدا مزيان، راه غادي مزيان، النتائج خانوه راه ما كيعقلوش عليه، وهو اصلا خاصو عنده كونترا ان مثلا ديال 3 سنين ولا مثلا عامين. اما باش فهمتي سميتو مدرب يجي يدير معاك عام ولا مثلا عام ونص، هذا ماشي في الصالح ديال النادي. وشوف اول حاجه غنقولوا، اخر حاجه هو كنتمنى منه يعطيك شي اضافه فهمتي مزيانه، باش ترجع سميتو الامه الوداديه كامله، فريق الامه ديال الوداد، للسكه ديال سميتو النتائج العامه ديالو. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.